احنا بس في نقطه مهمه بتكلم فيها ان هو كويس ان عنده اخ زي ده. يعني في ساعات الواحد بيفتقد اللي هو يكون حد كده يبقى بيديله الصوره. قلبه عليك. صاحب. هو بالنسبه لي صاحب يعني. بيديك الصوره الصح يعني. بيديك الصوره الصح يعني. يعني اي حاجه بعملها لازم اكلمه مثلا حصل كذا كذا. بيبقى هو بيداري عليا طبيعي. هو بيبقى بيديني نصيحه بيبقى اكبر مني. فده احسن ما بيننا التعامل ما بيننا اخوات يعني. بعيد عن اخوات احنا اصحاب يعني. بالظبط. كنت عايزه اتكلمي على فايلر صح؟ هنتكلم عن فايلر بقى واستعدادات خلاص يعني 9 8 ليه؟ انتوا عندكم بكره خلاص اوف ويوم الاحد ويوم الاحد خلاص هتستأنف التدريبات. فايلر مهتم قوي يعني بقصه الدوري اكيد البطوله ان شاء الله تحسم للاهلي بس في نفس الوقت لسه ما تمش حسم البطوله بالظبط لسه بدري طبعا. بالنسبه لنا الدور الثاني كله موجود. كابتن هاني طبعا عارف ان الماتش بيفرق. ويعني لسه الدوري في الملعب بالنسبه لي. يعني ناس تقول لك الدوري لا مضمون. لا انا ما فيش حاجه عندي مضمونه في الكوره. ما فيش حاجه مضمونه يعني. يعني الاخر نلعب للاخر في الكوره في الملعب بالظبط كده. فانت في يعني احنا اللي بنفكر فيه كلاعيبه بطوله افريقيا اهم. انا بالنسبه لي انا واحد من الناس يعني الدوري بالنسبه لي رقم واحد بس انا بطوله افريقيا عندي اهم من اي حاجه دلوقتي. مين يلعب بقى مين ما يلعبش مين يجي مين ما يجيش مش فارق. المهم ناخد بطوله افريقيا. فده ده الهدف بتاعنا دلوقتي. طب انت واصل لغايه فين يا رامي من الناحيه البدنيه؟ لا الحمد لله. هو انا بس عشان في نقطه برضو الناس ما فهمتهاش في الماتشات الوديه ان انا برضو يعني في ناس قال لك لا دي التشكيله الاساسيه والحاجه دي. انا بس موقوف اول ماتش عشان اخر ماتش اتطردت فيه في ماتش سموحه. فانا موقوف اول ماتش في الدوري. اول ماتش رسمي في الدوري مع انبي بالظبط. موقوف في ماتش سموحه لان انا كنت كان تفكيري برضو في الملعب كنت عايز اقولها لك. ان انا كنت في الماتش بفكر ان في كره اتلعبت من ورا داري اللي انا اتطردت فيها. فعملتها بايدي. انا كان كل تفكيري ان هي لو عدتني الولد هيروح انفراد على الشناوي كان هيبقى النتيجه 2-0 واحنا في الدقيقه 80. فانا رد فعل طبيعي بزقطرد ان احنا نلعب على التعادل بدل ما نلعب على 2-0 فتبقى النتيجه صعبه. فانا فكرت فيها ساعتها ممكن تفكيري يبقى غبي شويه بس ده اللي فكرت فيه ساعتها. ده جزء من الثانيه بالظبط اللي هو انت يعني اللي هو هتعدي يجيب جون فلا ما ناخدش ريسك نلعب الحمد لله يبقى 1-0 ممكن نتعادل. التفكير بتاعي الحمد لله طلع صح ان انا اتعادلنا في الاخر 1-1 ما بقتش هزيمه 2-0 يعني. فالحمد لله كان ده تفكيري. فانا بالنسبه للناس ان هي بتتكلم على ان هو اول ماتش او لا انا مش موجود اول ماتش بحس ان انا عشان ماتش سموحه توقفت فيه بسبب الطرد يعني. وزي ما بقول لك رامي موجود مش موجود يعني مش فارقه مين يعني. انا قلت لك تفكيرنا دلوقتي بتوع افريقيا. برافو عليك انت موجود دلوقتي مش موجود دلوقتي بكره هتاخد دي ده طبيعي دي الكوره. انا مش موجود النهارده بكره موجود غيري موجود. المهم الفرقه ماشيه. ما احنا اللي بتكسب ما بيقولش رامي اللي كسب يعني بالظبط. فرقه النادي الاهلي كسبت. نصايح فايلر الليك بتبقى عامله ازاي؟ بتقول بيقول لك ايه؟ لا بنقعد نتكلم كتير انا وهو. يعني شخصيه محترمه وشخصيه يعني بيقعد يتكلم مع اللعيبه كلها على انفراد كل واحد بيفهم دماغه بنقرب من بعض من الكلام. كان بيحصل امبارح برضه بالظبط يعني بنتكلم مع بعض كتير. طبعا هو يعني فاهم اكتر الدماغ بيحاول يقرب من الدماغ المصريه ان هو يفهم التفكير اللعيب المصري بيفكر ازاي. وبالفعل هو قدر يحط ايده كتير على نقط كتيره على الفكر المصري. يعني التعامل معايا انا شخصيا لا بيتعامل معايا بشكل محترم ومع اللعيبه كلها بس انا بتكلم على لعيبي انا بشكل شخصي. الكلام الكتير مع بعض. هو بيحب اللعيب اللي يتكلم كتير في الملعب يوجه زمايله الكلام في الملعب بالظبط. هو بيحبش اللعيب يقعد ساكت في الملعب ما بيحبش السكوت. فكل الكلام ده بدا اللعيبه كلها تفهم ان اللي هو محتاجه وبنحاول ننفذه بحيث ان احنا نبقى نقدر نحقق اللي احنا عايزينه كلنا. هو طبعا مدرب كبير. انا من وجهه نظري عمل شغل على المستوى الفني وعلى مستوى الاداء وعمل كمان حاجه كويسه روتيشن. يعني دلوقتي ما بقاش فيه بالظبط ما فيش اساسي واحتياطي عندنا دلوقتي. يعني ما مش شايف ان في ازمه وما فيش حد واصل للعيبه بالظبط. ده واصل للعيبه ان ممكن انا رامي يلعب النهارده بكره ما يلعبش. ما يعني هو ما عندوش مشكله ووصل لنا ان احنا ما نزعلش من الحته دي. حتى اللعيبه دلوقتي يعني انا ما لعبتش ماتش سان داونز اللي هنا بس لعبت اللي هناك ما عندوش مشكله في الحته دي. يعني ومع ان انا لاعب كل معظم الماتشات او كل الماتشات يعتبر اللي في الدوري وفي افريقيا انا لاعبها وجي ما لعبنيش ماتش زي ده. هو ممكن يقسم الماتشات. رامي يعني ممكن يجي يقول لك انت مثلا رامي انا بكره هبدا بيك
وبعد الماتش يقول لك خلي بالك لا بس الماتش اللي بعديه حد فلان بيتكلم يعني بيتكلم كده يعني. بيتكلم يقول لك مثلا انا محتاجك الماتش ده، انا محتاج حد النهارده الماتش ده، واحنا وصلنا لمرحله ان ما فيش زعل ما بيننا يعني، رامي زي سين زي جيم يعني كلنا واحد يعني، مش فارقه مين اللي يكسب، لان احنا وصلنا لمرحله ان احنا عايزين زي ما قلت لحضرتك ان احنا ناخد بطوله افريقيا. بطوله افريقيا دي مش هتيجي لما ازعل واتقمص ان انا ما بلعبش، لا ما اللي بيلعب مكاني ممكن يكسبني فليه ما يلعبش، فانا في الاخر انا اللي هكسب وانا اللي هستفيد وانا اللي هيتقال علينا ان احنا خدنا بطوله افريقيا. فاحنا دلوقتي الحمد لله كتيم ما حدش بيزعل او ما حدش بيحس في فرق في الحته دي. وخلي بالك يا رامي المدربين الاجانب عامه بشكل خاص انا اتعاملت معاهم كتير جدا، ما فيش الجزئيه دي مش موجوده يعني، ما فيش بره يقول لك اصل ده انت مش هتلعب فيتقمص شويه، فالموضوع زي ما هو بيشتغل كده، هو بيشتغل انا 25 لعيب، ال 25 ده انتوا تيم ورك، رامي بكره موجود ممكن نستخدمه الاسبوع اللي جاي وهكذا، فكويس قوي ان الروح دي واصله بشكل كبير جدا. دي حقيقه. فنتمنى طيب. كل التوفيق لينا بقى ان شاء الله يعني خير دعواتكم باذن الله. طيب فرص دعواتنا طبعا، لانه كمان فرص الاهلي في بطوله افريقيا ما هيش سهله، في فرق كتير صعبه. بعد الفاصل ده اخر فاصل هنتكلم فيه مع كابتن رامي ربيعه.